نابولي ميلون الدور الإيطالي السيري أي الجولة 27 28، وين كانت مباراة قوية. شفنا جيرو كيفاش سجل الهدف الأول، يعني في نقولوا باللي وين أمام في الدقيقة 49 في بداية الشوط الثاني، رغم أن شفنا كيفاش وين نابولي لعب بقوة، لعب من أجل التعديل النتيجة لكن بدون جدوى، يعني وين 58% نسبة استحواذ نابولي، ميلون 42%، 272 تمريرة، 459 تمريره نابولي. جانا ستيفانو وين ستيفانو وين دخل بخطه 4-2-3-1. جانا يعني سباليتي استغفر الله، سباليتي هو المدرب تاع نابولي اللي دخل بخطه 4-2-3-1. جانا ستيفانو بولي المدرب تاع ميلون اللي دخل بخطه 4-3-3، يعني من كانت المباراة قوية جدا، مباراة اللي شاهدنا دخول آدم الوناس في الدقيقة 87، ما كان يعني ما كان فابيان، يعني ونقولوا في دافيد وين في الحراسة تاع نابولي، كوليبالي، جوفيني، أمير رحماني، ماريو، شنا يعني فابيان، ماتيو، روزانو، فيكتور، دخول مارتينيز، يعني أندريا، آدم الوناس، لايبي، لوزانو، لكن بدون جدوى. ويش عندنا ميلو وين مايك، يعني وين عندنا مايك، عندنا دافيد بيك باكيوي، سيوش، عندنا كارلو، ساندرو، تونلي اللي خرج في الدقيقة 68، فارناكيسي، إسماعيل بن ناصر، ليون، عندنا جونيور، يعني وين نقولوا كانت المباراة شأن أنتي رادي كذلك، وإن شأن كانت المباراة قوية جدا، مباراة لشأن جيرو الذي سجل الهدف في الدقيقة وانتهى الشوط الأول 0-0 الشوط الثاني، وإن شأن جيرو الذي سجل الهدف في الدقيقة 49، يعني نقولوا رغم أن نابولي وين حاول بكل قوة، حاول من أجل يعني التعديل والعودة في النتيجة لكن بدون جدوى أمام العملاق ميلون، يعني نابولي ميلون، يعني في زوج فرق اللي عندهم تاريخ عندهم تقاليد. هذه هي الجولة 28 الدور الإيطالي سيري أي نابولي ميلون.